Ah. Alors, pour l'étude quantitative, le tableau d'avance, question simple. Tableau d'avancement. Donc, tableau d'avancement, soit dire les demi-équations, soit dire les réactions bilan. Je préfère l'équation bilan. Puisque j'attaque les données, les coefficients, les bridges. Voilà, va et vient, de plus, pas que 2ag solide. Alors, maintenant, quelques comptes. Quantité en mol, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final, ou l'état maximal. Alors, maintenant, on a l'état Initial. d'avancement. Ah. Initial, intermédiaire, final. 0x final. Le nombre de E moins, ou la quantité de E moins. Je connais l'élément qui est le plus important. Il y a juste E moins. Il y a juste E moins. Ou il y a juste E moins. Il y a juste E moins. Avec l'élément qui est là, vous voyez que vous avez juste E moins. Juste E moins. Ça fait. يعني باش يكون جوج أمور يكون عنده صفر جوج إكس جوج إكس فينا عاد نمشي لشي لآخر ملاحظة تانية في هاد الطابلو اللي طرد معاها البال غنبدا بيهم من الأولين لي كونتيتي إينيسيال نهار الأول باش مشيت لهاد لو شيما وحطيت في هاد المسائل ديالي شوف شنو حطيت راه حطيت لي سوليسيون أكوز وحطيت لي ميثود يعني حطيت ربعة الناس عاد خليت داك لو سيستيم يأفولي فين بغا هو يعني كاينه لا كونتيتي N1 وكاينه لا كونتيتي N2 وكاينين هادو اللي لا اليسار غيبقاو ينقصوا تما كاينه جوج هنا غندير 2 اكس كوبي كولي او ليو دو اكس اون مي اكس فينال deux expériences. هنا هادو سو سون دي برودوي غيبقاو يتزادوا دونك بلوس اكس N4 plus que qu'il y a un juge, on dit un juge. On avait comme ça, on a l'air chic. Ah, ça fait ça. Bien. Après avoir le tableau à taïché, il se voit qu'il y a X max, il se voit qu'il y a des relations ou l'étude quantitative, une étude électrique. Quantitative. On va de la quantité d'électricité. Il y a une chose aussi, la quantité d'électricité. Il y a une chose qui la charge. Il y a noté Q. Cette Q, je vais te dire. انت عقلتي على اي تساوي دي كيو على دي تي فين كانت هذا كانت في الكوندونساتور واحد امني كيكون داك لو جينيراتور بارفي دو كورون كيف ما هذا كنخدمو كيو على دي هذيك تي هي دلتا تي يعني كيو ديالنا شكون هي هي لو كورون كي سيركول دون لو سيركوي فوا لا دوري دو فونكسيونمون العلاقه ديالك زيد عندك دونك هادي باش كتكون en coulant هذا سي لو كورون كي سيركول باش يكون en امبير و هاد دلتا تي هي دوري دو فونكسيونمون باش تكون en seconde لا باش هادشي يكون مزيان ورا هاد لا كونتيتي ديليكتريسيتي غادي نشوف اون ريلاسيون حيت دابا هادي عندها اسبي الكتريك لو كورون الكتريك كو الكتريك ودلتا تي هي كاينه في الالكتريسيتي يعني هادشي بحال قلتي في الالكتريسيتي انا بغيت شي حاجه اللي في الشيمي يعني ريلاسيون اونتر كو اي لا كونتيتي دو او موان يعني اكس قبل لافونسمون فهمتيني دير كو اي اكس
يعني لافونسمون. كيفاش؟ يعني هذه العلاقه اللي غنعطيك دابا عندها واحد لاسبي كيميك. هانت شوف ان مو على لا كونتيتي نورمالمون هو الكميه ديال الالكترونات اللي كيدوزو. شحال من الالكترون كيدوز؟ واحد لو نومبر ان مضروبه في لا شارج اليمونتير دان الكترون. الكترون واحد لا شارج ديالو هي متفقين عليه. اوغ كاينه واحد العلاقه تعاونك، عقلتي على لي كونتيتي دو ماتيير؟ كاينه واحد العلاقه سميتها ان على ان ا. صافي شنو هي ان؟ هي لا كونتيتي ان ياك غنجيب هنا. دونك شنو تولي كيو؟ هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال من لا كونتيتي لي زوطخون مضروبه في ان ا مضروبه في او. جا واحد لو سافون سميتو الفاراداي قال لهم هادي سميوها على سميتي، سميتو فاراداي. ضرب شمعة مسكين راه دار دي غوشيرش، دونك قال لك هذا راه فاراداي، دونك سميتها لا كونستانت فاراداي. دونك لا غولاسيون الاخرى اللي غنستنشو ان كيو تتساوي لا كونتيتي دي زيليكترون مضروبه في لا كونستانت دو فاراداي. سميت هادي كونتيتي دو او موان. فاش كتكون او مول هادي سي لا كونستانت دو فاراداي. باش سونس دو نورمالمون لا غتكون ب غتكون بالكولوم موموازا هما ما عطاوها لكم هي 96500 اون سيستيم انترناسيونال. كتعطى كتعطى صافي صاحبي. شحال عندك من علاقة دابا؟ عندك جوج علاقات تقدر تجونغلي بيناتهم، يعني جونغلي هادي مع هادي. شنو غتلقى؟ غتلقى ان ان او موان اش كتساوي فور فاراداي؟ كتساوي اف دلتا تي، حيت بجوجهم كيساوي لا شارج. ما نزيدش عليك العلاقات، انا شرحت لك هادي صافي. صافي. واحد القضية مهمة، السؤال اللي طرحت لك انا شناهو؟ طرحت لك la relation entre Q et X. Ambedlo. On dit la relation entre I et X, entre le courant et l'avancement. La réponse. Il y a une question à l'ismija. Question 6. Aïcha. Adakshim Hamar rappelle. Réponse 6. Yani Brina la relation. Adoumat Chamari. Entre I et X. شنو نقول لهم؟ غنمشي نقول لهم اون بعد عندك واحد العلاقه ان اي فوا دلتا تي اش كيساوي؟ كيساوي ان او موان فوا لا كونستانت دو فاراداي. هادشي اللي وصلنا ليه. اور دابخي لو طابلو دافونسمون شنو غنجيب من لو طابلو دافونسمون؟ نجيب منو ان او موان. رجع معايا شوف لو طابلو شكون هي ان او موان. هاي شا هاي ان او موان. بغينا حنا في لي طاي انترميديير شحال تساوي؟ 2x. الوغ اون باس نمشي غتولي اي فوا دلتا تي تتساوي 2x فوا الفاراداي. فوالا لا غولاسيون. دونك نقدر نجبد اكس. شكون هي اكس؟ هي اي دلتا تي سور 2 فاراداي. À calculer, on va le faire avec en mol. Vous voyez? Ah, c'est. Une question 7. C'est nous qui goulons les noms. On va calculer la variation de masse. Des électrodes. عارف شكون هما لي زيكترود؟ كنهضر على اج جي سوليد، كنهضر على كويفر سوليد. نرجع معاك للشيما باش تفهم. الوغ شوف معايا الشيما ديالي شنو طرا لي زيكترود. شوف شوف هذا في الاول، هذا كان هو هذا ياك، كان هذا هو البيريمتر ديالو، ولكن شنو طرا ليه؟ زاد في ليبيسور. يعني الفينومين اللي وقع شنو وقع؟
كنقولوا ان ديبو. سافيغ كوا ديبو؟ توضع. و اسو نيفو هنا شوف هذاك الالكترود كان كبير هو يتكال، صحيح. يعني شنو وقع؟ وقع ديفو. انت عقل فين كيطرا الديفو؟ كيطرا عند لانود. فين كيطرا الديبو؟ في لاكاتود. نرجع نهضر على هادشي باش يكون عندك كور كومبلي يدهلك التمارين ديريكتومون. الوغ قلنا au niveau de la carte hadik c'est au chemin نخدم en rouge on une chaîne نقص الكور او les astuces au niveau de la cathode. شنو عندنا au niveau de la cathode؟ زائد ça veut dire عندنا réduction في هاد لي ميتو ملي كتكون réduction ça veut dire عندنا dépôt يعني توضع dépôt de masse. شكون هو هذا؟ شكون هو هذا او نيفو د لاكاتود؟ شكون هو هذا الكاتود اليوم؟ كويفغ ولا لارجون؟ لارجون هذاك اللي توضع في طرف الديفو هو لارجون. دونك لارجون اش كيعني ان ديبو دو ماس؟ يعني ان دلتا ام يعني فارياسيون دو لا ماس ديال لارجون شنو طرا لها تزادت ولا كبرات؟ هذيك دلتا ام هي الفارياسيون. نورمالمون شكون هي دلتا ام؟ هي ام فينال ديال لارجون موان ام انيسيال ديال لارجون. متفق معايا؟ كيفاش تكون؟ هو راه زاد توضع عليه يعني كمية الكتلة ديالو من بعد غتقال، يعني كيفاش يكون هادشي بوزيتيف؟ يعني في الديبو كيكون عندي دلتا ام بوزيتيف، هي لا فارياسيون دو ماس. مي هاد لا فاريسيون دو ماس كيفاش كتحسب براتيكمون؟ يلا اجي نمشيو نحسبوها براتيكمون. كتعرف بان لا كونتيتي دو ماتيير كتشوف ياك اماكس هي لا ماس على كروند ام. سا فو دير شكون هي لا ماس؟ راه هي لا كونتيتي دو ماتيير فوا كروند ام. متفق معايا؟ متفق معاك. غنمشي استاذ غندير فارياسيون في الفيزيك، هذه غتولي دلتا ام، كنهضر على فارياسيون، هذه غتولي دلتا ام، ولكن ام غتبقى ام، عرفتي علاش؟ حيت هذه سيت اون كونستانت. فهمت استاذ؟ علاش كنهضر انت دابا اليوم انت خدام ديال لارجون، يعني هاد ام كبيرة ديال من؟ ديال لارجون. هذه ملي غنجبدوها غنجبدوها من الطابلو دافونسمون. اور شكون هي دلتا ان ديال لارجون؟ راه هي الكونتيتي فينال اللي انت خدام بها ديال لارجون موان كونتيتي انيسيال ديال لارجون. رجع للطابلو شكون هي الكونتيتي فينال ديال لارجون؟ على لارجون كنهضر على ارجون ارجون سوليد نهضر على الالكترود. ها هو شحال كانت كونتيتي الاولى؟ ان 4. شحال كونتيتي فينال؟ ان 4 بلس 2 اكس. مزيان انا نرجع يعني شنو نرد؟ ان فينال شنو قلنا؟ هي ان 4 بلس 2 اكس. ياك كنتي خدام فينال دير فينال، كنتي خدام غير في واحد لانستون تي غدير اكس. متفق معايا؟ شحال كونتيتي انيسيال في الطابلو ديال الام ارجون؟ هو 4. الو باش نمشي 4 مع 4 شنو تبقى؟ ها هو سي كي جي سي في ان هادي بوزيتيف، داكشي شرحت لك ليه. يلا منين غنجيبو ديك اكس فينال؟ دابا هاديك كريك فوالا انت دلتا اج جي شكون هي؟ هي 2 فوا شكون هي اكس فينال؟ هي اي في دلتا تي على 2 فارا، وهذه فينال يعني فونكسيونمون فينال. فهمتي؟ فهمت. ابليكاسيون نيميريك ما تحفظش هادشي، هذا راه كور، هذا راه تمرين بحال كيبقى غادي. اللي تحفظ حفظ غير البرانسيب، هادشي ديال الاحمر مثلا. هادي مهمه، هادي هادي ديما تبقى تعاود. هادي إذا عطينا هادي، إذا عطينا هادي، يلا أجينا بغيت نشوف واش فهمنا ونخدمو
au niveau de la note. Je connais la note. Oui, cuivre. Au niveau de cuivre, sont traités. Traité oxydation. Oxydation, que tu as dit, c'est cool. C'est cool, ça veut dire défaut. Ce que tu as dit, défaut. Il y a la masse nihaïa. Parce qu'on a la masse nihaïa. Ou c'est qui est négatif. Mais le coup, l'exercice, tu as dit, c'est bien la masse déposée. Tu as dit, c'est bien. C'est-à-dire que c'est masse, la masse consommée ou la masse déposée, qui est la masse positive. Mais là, il y a variation. C'est-à-dire delta M, c'est une variation. Mais là, delta M, c'est-à-dire masse déposée. Ou la masse consommée, qui est positive. Il cherche qui est la valeur absolue. Alors, au niveau de la note, Edna négatif, yani tu as cool, défaut, etc. Nous, si on chauffe, nous, c'est la quantité de matière et la masse. Ça veut dire que la masse, c'est la quantité du cuivre fois la masse du cuivre. Rendez-vous variation. Alors, par variation, je vais vous laisser. Delta M, c'est ça, ou delta M fois M de cuivre. Bien. Alors, delta M, bien, je connais. Ou là, or. Or, remchez le tableau d'avancement. C'est le cas de delta M du cuivre. Et là, il y a la quantité finale de cuivre. Moins quantité initiale du cuivre. Et là, je reviens au tableau. Finalement, d'abord. Maintenant, je coupe quantité initiale. Il y a N1. Je coupe quantité finale. N1 moins X. Par. Par. يعني باش تعوض ان فينال هي ان ام و اكس ناقص ان ام باش نمشي هذه مع هذه شنو نلقى لا فارياسيون تاع ان هو شنو مو اكس مو اكس بحال دابا بلا شي واحد القضيه قبيلات هادشي اللي حسبت راه فارياسيون دو ماس الفارياسيون دو كونتيتي يعني شكون هي دلتا ام حيدت ماشي انكادري انا بغيت دلتا ام ارجع لهذه هي العلاقه اش كتقول لك دلتا ام فهي دلتا ام مضروبه في ام كبيره يعني هي جوج اي دلتا تي فينال على جوج فرضيه اللي لقيتي ضربها في لاماس مولير حيت دابا خويا هذه كونتيتي بالمول انا السؤال ديالي كان لا فارياسيون دو ماس ماس باش هادشي اللي لقيت وقع بالجرام خدمش بهاد العلاقه الفوقانيه ديال ان ام تتساوي ان في ام كبيره يعني دلتا ام تتساوي دلتا ان دلتا ان حنا لقيناها ضربنا على شمال ضربتها في ام كبير اللي زدت على هاد ام دي ميم هادشي لان دابا هادي دلتا ان دونك شكون هي دلتا ام هي ديك موا اكس اللي لقيتي هي نعاودو من الاول هاي هي هادشي اللي فوق راه هي دلتا ام مضروبة في ماس دو كويفر شكون هي دلتا ام هي اللي كتقلب ودلتا ان هي اللي لقيتها موان اكس فينال وهذا ام دو كويفر الله يرضى عليك اكس فينال راه حسبناها راه هي اي في دلتا تي على جوج فاراداي باش نضربها ام ديال الكبير ما نساش الناقص ياك هذاك الجوج كاين وصل داك الجوج كاين ماشي صافي كاين ما مخش حتى هادي بس ما مخش
هنا بحال هكا تمشي جوج مع جوج، فهمتي؟ فوالا، دونك هذا هو هذوما الأسئلة ديال الوطني. الفو جوج نفس الزجاج مع جوج، يعني سلسلة تبقى غير اف بحال انت عشان تبقى عارف، فهمت؟ مابقاش عارف. تحيد داك جوج. وي ارض البال واحد جوج فوقاني ديال اكس، وجوج تحتاني ديال لو نومبر ديال لي زيرو. دابا سؤال مشهور، كيسيون امبورطون، هو اللي غيوريك هذا الفهم. الفهم كنشرح لك دابا كومون اون ديتيرمين la polarité. La polarité du pile. حيت صاحبي الا ما عرفتيش بولاريتي ما تعرفش اوكسريد، ولا ما عرفتيش اوكسريد ما تعرفش الطابلو، ولا ما عرفتيش الطابلو ما تعرفش اكس، ولا ما عرفتيش اكس ما تعرفش تكالكولي، يعني ما تعرفش لا فارياسيون دو ماس. يعني اول حاجه خصك تعرفها هي لا بولاريتي. غنمشي معاك لي زاستوس. اول استوس، اول واحد غيتعطى مثلا في هاد لو شيما اللي رسمت انا، شفتي واحد لومبير متر؟ هاد لومبير متر الا قلت لك ان اي ديالو بوزيتيف، المعلومه رقم واحد. المعلومه الثانيه درت الكوم، عرفتي الا كان اي بوزيتيف عرف بان هاد الكوم هذا ملاصق مع لو بول نيجاتيف. رغم هبط نشرح لك هنا احسن بعدهم ديك الروين. اسوس واحد، شنو هو؟ هو لون بيرمتر كوم ديالو سي لو كورون انديكي اي بوزيتيف. الا كان لو كورون بوزيتيف او سد، كيعني ان الكوم راه من جهات اي دو كوتي دو لا نوت. هذه قاعدة عامة، يعني الا عطيتك بحالها كانت هذه دايره بحالك وهذه دايره بحالك اكس ايكغيك، ما عارف انت حتى حاجه. هنا اون بيرمتر وقلت لك اي نيجاتيف، وجيت وكتبت هنا كوم، اش كتعني لك هذه المعلومه؟ غتبقى تخمم. بما ان اي نيجاتيف يعني هذه القاعده ما تلتزموش بها، يعني ان الكوم ملصقوه مع الزائد، ولا عرفتي الزائد عرفتي هنا كاين كاثود، عرفتي هنا كاين انود، مشات القصه. حيت عرفتي الانود وكاثود تعرف اوكسيداسيون ريدكسيون ديفو ديبو لو سونس دو كورون لو سونس دو موان، فهمتيني استاذ؟ سينو مثلا باش سي لو اي نيجاتيف، يعني ان الكوم مالو اي دو كوتي دو لا كاثود، راه الهدف هو نعرفو الزائد والناقص. ميم بوغ لو لا تونسيون، يعطيك فولت متر نفس الحاجة. جو ريبيت، البلاصة اللي حداها كوم خاصها تكون ناقص إلا بغيتي لو كورون يكون بوزيتيف. صافي، هذا هو الخلاصة. كان لو كورون نيجاتيف عرف بأن البلاصة ديال الكوم راه لاصقة مع الموجب. Très bien. Astuce numéro 2. Où est-ce que vous avez un défaut, vous avez un dépôt. Vous avez l'électrode en défaut, où est le cuivre? Il est le défaut. On vous donne la place. On vous donne le côté du défaut. Et du dépôt. كيفاش هاد القضية هادي؟ ها هي الخلاصة ديالك شي خويا كتكرد. إلا كان ديفو كيعني العربية تآكل، هاد الكاف كتعني أكسدة، سافجيغ أوكسيداسيون، فهمتي؟ حاجة أخرى نشرح في فرونسي. عقلت عندكم واحد الكور ديال اس في تي في الاول العام، في فيرمونطاسيون وفي ريسبيراسيون سيلولير. هذيك ريسبيراسيون سيلولير كيبقاو يقولوا هما
oxydation des transporteurs, oxydation de l'acide pyruvique, oxydation de glucose. Oxydation, ça veut dire que tu es écoule. Et nous, quand défaut, on a oxydation. Ou il y a une oxydation, on a une pile, elle est anodique. Elle est anodique, je voyais ma voyelle. Ou il y a aussi une anodique, il y a une anode. Ou il y a une anode, on a une nakes. Donc, on a une polarité. Ou il y a une égalité dépôt. Ça veut dire une réduction. كاثوديك يعني راك عندك الزائد عقل على زائد تزايد المادة ناقص تناقص المادة أفا أستاذ أحسن. أسشيش نيمورو 3 هو أون فو دون كا شكون هي كا هي لا كونستانت ديكيليبر اي أون فو دوموند دو كالكولي QR initial. واخ بحال دابا مثلا في هاد التمرين هذا غتمشي غتحسب QR initial. عارف كيفاش تحسب؟ دير لا كونسونطراسيون فينال على كونسونطراسيون يعني دي برودوي على لي رياكتيف. فين هي لا رياكسيون؟ ها هي لا رياكسيون. انا نعقل على شوف اللي كان كيتكال سي الكويفر. دونك عندنا الكويفر بلس لاجون بلس nous donne cuivre de plus plus Ag solide aqueux solide quand je suis en dedans de nos watches quand tu as des noms les ions avec les solides ou les liquides ou les gaz tu as des liens au sud ouest et il faut répondre le cuivre mais le voir c'est équilibré je suis en dim Ag min c'est un juge là en dim Ag juge yak yani en le cuivre est au sud ouest وهذاك اللي هو اج جي ندير هنا كنعاود كندير لي برودوي على لي رياكتيف انيسيال على بويسونس يعني اون اكسبوزيسيون كنحط لي كوفيسيون شكون اللي مع اج جي جوج هادشي كيف تحسب اي اون كومبار ابري او سيت ما تحسب لنا كيو ار اي اون كومبار كيو ار انيسيال افيك تا هنا فين لاسيوس غادي يبدا ماشي الاخر راه غابيل لي شي حاجه نورمالمون شي بوزي تكون عارفها لاسوس كي يقول لك الا كانت هادي هكا او كيو ار انيسيال لقيتي كبير يعني انت راك راجع ها هو لو سونس غيتسمى لو سونس انديريكت حيت حنا ديما كنقلبوا على ليكيليبر ولا هذاك كيو ار انيسيال حسبتيه ولقيتيه فريمون صغير من كا يعني انت غتمشي في ديريكت صافي ديغ قصة ما فيها أن لا كومباريزون دو كيو ار نخدمو تما اللي فاتش اي كا نو دون لو سونس غيال يعني كتمشي كتقارن كيو ار اللي حسبتي هادشي أول سؤال كتلقاه في الوطني في ليبي وطني مثلا 2018 و19 كتقارن كا مع كيو ار إذا كانت كيو ار لقيتيها كبيرة يعني أنت غتقلب لا رياكسيون إلا لقيتي كيو ار صغيرة غتخدم لا رياكسيون ديالك لا رياكسيون اللي هي شنو اللي هي اج جي اللي هي كويفر بلس اج جي بلس نو دون كويفر دو بلس بلس اج حنا جوج هنا يعني هادي غيال اش كتعني هادي غيال كتعني ايفيكتيفمون ان الكويفر اللي هو سوليد يتفرتت كيصبح اكو يعني شنو كيطرى الكويفر سوليد اون ديفو وشنو كيطرى لهاد ار جي بلس تتكتف وتتكتل تصبح ار جي حيت الاكو كيولي سوليد يعني تتجمع يعني ار جي مالها اون ديف اون ديبو وهاديك لي اون ديبو استاذ شنو كيطرى ليها راها زياده والزياده هي كاتود وهذيك اللي اون ديفو هو النقص والنقص ناقص يعني انود انت عارف في كاتود في عرفتي الانود انا لوبجيكتيف ديالي في هاد لي زاسوس نوريك كيفاش نلقاو لا بولاريتي سي با ان اسوس وصلنا ليه 4 و درنا 3 دابا نديرو 4 4 صاحبي نعطيك عطاك اي عطاك بون انت كتعرفو لي سونس مثلا يعطيك
لو سونس دو اي سهله هذه. انت عندك واحد البيل دايره بحال هكا قال لك هذا هو اي، راه باين ان اي il sort du pôle positif يعني هذا بلوس هذا موان صافي. ولا عطاك لو سونس دو او موان نفس الحاجه قال لك مثلا هذا هو او موان، حنا راه كنعرفوا ان او موان كيخرج من نيجاتيف، دونك كيخرج من نيجاتيف هو خارج، يعني لو كورون سور دو بوزيتيف يعني دو كاثود او موان سور دو لانود. أسيو 5 أبخي ما عطاونا كيو إر عطاونا كنفكر ياك بقات الشيما كونفونسيونيل كونفونسيونيل الشيما كونفونسيونيل على اليسار كنديرو الزائد وعلى اليمين كنديرو الناقص وكنجي لهنا كندير شريطات. هذا كاع شنو كتعني هذه؟ كتعني بون صالح ما كتكتبش انت هذا الشيء. نزيدك شكون هو اليوم عندنا كاتود ا جي ولا سي او؟ سي او لا سي او هو اللي كيتكال، يعني السي او كيدير اوكسيداسيون يعني اللي عندنا بلوس كتجي لهنا كتكتب ا جي سوليد سلاش ا جي بلوس والاخر شكون سي او. انت شوف واحد القضيه هنا راه ما كنديرش اوكس ريد ماشي لي كوبل اوكس ريد، هذاك لي سوليد كنديرو حدا البولاريتي صافي. والسوليسيون كندير حيت بحال كنقول هنا كيكون كات انود وهنا كاتود وهما كيعوموا في سوليسيون لي بيناتهم بونسالا. فاش تفيدك هادي سي جامي عطاتك واحد عطاتك بحال هكا شوف كيجي وكيقول لك ا بي سي دي كيقول لك هذه هي الشيما كونفونسيونيل. هادشي علاش شنو جبدنا المعلومه ان بي هي الناقص وان سي هي الزائد حيت كتقول لك الاسطوره هادي شي ما كونفونسيونيل اتفقوا عليها اللي كيكون على اليسار هو البلوس اللي كيكون على اليمين هو الموان. صافي يا صاحبي صافي يعني غتعاونك يعني الا مشيت تعطيك شي شوف ما عطيتكش هذا فين هو البلوس فين هو الموان راه دائما هنا غيكون البلوس وهنا غيكون الموان يعني دائما على اليسار غتكون شنو غيكون الكاثود وعلى اليمين غيكون لانود. لاستوس 6 il attaque le sens des ions du pont salin. Et il dit que c'est un peu plus de par exemple, Na, Na plus vers vers Wahd. Je connais un film Na plus. Je sais pas si tu as Ag plus. Je te vois. Il y a un vers Ag solide. On a un cras. Il y a un chauffeur. Il y a ou CN moins vers. سي او سوليد اش كيبان لك هادشي شنو نستنتج؟ القاعده كتقول لك اصاحبي لي كاتود فيغ لي كاتيون فيغ كاتود لي زانيون فيغ لانود هادو شكون هما فيهم بلوس يعني كاتيون يعني شكون هذا كاتود كاتيون فيغ كاتود وهنا انيون علاش انيون حيت افيكتيفمون هنا كاين ناقص فيغ انود هذه هي اخر حاجه صافي ما يمكنش يديروا لك شي حاجه اخرى ديال شو شحال من استوس سته باش تعرف بولاريتي كنستعمل صباعه وحده لا دابا التمرين غيكون مبني على وحده التمرين الدخله ديالو اما يخدم على هذه اما يخدم على هذه اما يخدم على هذه اما على هذه اما على هذه باش في الاخر لوبجيكتيف ديالك شناهو راه هو تلقى لا بولاريتي باش دير لي دومي زيكواسيون باش دير لا رياكسيون بيلون باش دير الطابلو دافونسمون باش تحسب لينا اكس او باش تحسب لنا اي او باش تحسب لنا كيو او باش تحسب لنا دلتا تي باش في الاخر تحسب لنا دلتا ام. ايه هي بناء الى التمارين. انا نصيفط لك الوطنيات اللي تخدم وهاد الدوكيومون دابا غيكون عندك باش لو بغيتي تفسكو هاد الليل صافي استاذي يلا نهاركم مبروك وليلتكم مبروكه تبارك الله عليك.
شكرا سيد. نعم. هاني يا الله ودي الله يرحمه.